أصلا الوعي بأهمية النوع ده من المطبوعات اللي هو يعلم عن الفن أو يعلم عن الصناعة المعينة. يعني أول ما أصدرت المجلة قلت أنا مش عايز اجتماعيات، مش عايز أي حاجة غير إعلام عن الصناعة، يعني دعائم للصناعة، سيناريو، إنتاج، تصوير، إخراج إلى آخره. أي حاجة تانية؟ لا، عشان نعرف الآخرين إيه الصناعة دي. وكان في بالي الحاجات اللي أنا أتعلم منها وأنا صغير، زي الثقافة الجديدة، زي علم المعرفة، زي الدوريات اللي كانت بتصدر أو الشهرية، إن إحنا كنا يا إما بنشتريها، كل واحد يشتري نسخة من المجلة المعينة وبعدين نتداول الأعداد فيما بيننا، أو إننا نشترك في شراء نسخة واحدة.